استخدم التعويض لإيجاد قيم x و y، ولدينا نظام من معادلتين هنا. لدينا y تساوي سالب 5x زائد 8 و10x زائد 2y يساوي سالب 2. إذن هذا نظام من معادلتين. إذن المعادلة الأولى تخبرنا أن y يجب أن تساوي سالب 5x زائد 8. عندما نذهب إلى المعادلة الثانية، في كل مرة نرى فيها y نقول حسناً، إن المعادلة الأولى تخبرنا أن y يجب أن تساوي سالب 5x زائد 8، إذن في كل مرة نرى فيها y يمكننا استبدالها بسالب 5x زائد 8. هذا ما تخبرنا به المعادلة الأولى، أن y تساوي هذا. إذن أينما رأيت y في المعادلة الثانية تقوم باستبدالها بهذا، لذا دعونا نقوم بفعل هذا. إذن المعادلة الثانية هي 10x زائد 2، ثم نكتب y هنا، هذا كله مضروب باثنان، إذن يمكننا كتابة سالب 5x زائد 8، وهذا ما تخبرنا به المعادلة الأولى، وهي كم تكون قيمة y. إذن سالب 5x زائد 8 يساوي سالب 2، أصبح لدينا معادلة واحدة بمجهول 1. إذن دعونا الآن نجد قيمة x، لدينا 10x ويمكننا أن نوزع هذه 2 على هاتين العبارتين. إذن 2 ضرب سالب 5x يساوي سالب 10x، ثم 2 ضرب 8 يساوي 16، إذن زائد 16 يساوي سالب 2. والآن لدينا 10x ناقص 10x، هذان يتم حذفهما. إذن هذان يتم حذفهما ويبقى لدينا 16 يساوي سالب 2، وهذا غير معقول. نحن نعرف أن 16 لا يمكن أن تساوي سالب 2، وهذه النتيجة ستكون غير متجانسة، وهذا ما يعني أن هذين الخطين في الواقع لن يتقاطعا. ولمعرفة هذا يمكننا أن نرسم هذان الخطان. عندما نحصل على نتيجة يكون فيها رقم يساوي رقما آخر والواضح أنه لا يساوي، نقول أننا حصلنا على نتيجة غير متجانسة وعلى نظام غير متجانس، وأن هذان الخطان لا يمكن لهما أن يتقاطعا. دعوني أقوم برسمهما حتى أوضح ذلك في المعادلة الأولى، هذه بصيغة تقاطع الميل، لذا دعوني أقوم بتمثيل ذلك. هذا محور X وهذا محور Y، وسالب 5X زائد 8، إذن 1 2 3 4 5 6 7 8، وهذا الميل سيكون منحرف كثيرا، حيثما ذهبت إلى الأعلى بمقدار 1 عليك أن تذهب إلى الأسفل بمقدار 5. إذن سيبدو هكذا. إذن هذه المعادلة الأولى الموجودة هنا. أما المعادلة الثانية، دعوني أعيد كتابتها على صيغة تقاطع الميل، 10x زائد 2y يساوي سالب 2. دعونا نطرح 10x من كلا الطرفين ونحصل على 2y يساوي سالب 2 ناقص 10x. دعونا نقسم كلا الطرفين على 2 ونحصل على y تساوي سالب 5x ناقص 1 يساوي سالب 1. إذن سيكون له نفس ميل الخط الأول، إذن سوف يبدو هكذا. إذن تقاطع y أنهما متوازيين، إنه منحرف للأسفل قليلا، إذن سيبدو هكذا. إذن الخطان المتوازيان لهما نفس الميل ولكنهما مختلفان في نقاط التقاطع مع y، إذن سنحصل على نتيجة غير متجانسة inconsistent، إنهما لا يتقاطعان، وهذه النتيجة التي حصلنا عليها بالطريقة الجبرية أيضا.
إنها نتيجة غير متجانسة، حيث أنه لا يمكنهما أن تكون متجانسة ل16 تساوي سالب 2، إنهما لا يتقاطعان، إذن لا يوجد حلول لهاتين المعادلتين، لا يوجد قيم لإكس وواي يمكنهما أن تحقق هاتين المعادلتين.